لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. في موقع الهيئة نت حقوق الإنسان توجه نداء إلى الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية لإنقاذ النازحين في نينوى. في صحيفة المدى عام على التحرير، تهديدات داعش مستمرة رغم انتشار الجيش. في كتابات تحالف الصدر يطالب عبد المهدي بالتأكيد أو نفي حديث العامري، الفياض مرشحك أم مرشحهم؟ في موقع الجزيرة نت محامي نيكسون لم يبقى أمام الكونغرس سوى عزل ترامب. في العربي الجديد غضب فرنسا العميقة يتجذر، ماكرون مهدد جديا. صحيفة القدس العربي مصدر قطري، الأمير تميم لن يشارك في القمة الخليجية في الرياض. وفي صحيفة الحياة مئات المعتقلين بعد صدامات عنيفة في باريس. هل يمكن تصديق أن الاختلاف حول ترشيح وزير في حكومة عبد المهدي يقود إلى هذه الفوضى داخل البرلمان وخارجه ويعطل الحياة السياسية؟ هكذا تساءل الكاتب ماجد السامرائي في مقال بصحيفة العرب اللندنية، حيث يقول إن إيران لديها قائمة طويلة من الموالين من غير الفياض، وفي العراق انتخابات شابها التزوير وحكومات يتعطل تشكيلها لأشهر بسبب فقدان البرامج السياسية وهيمنة اتفاقات المصالح والمحاصصات الحزبية والطائفية. يحاول الجنرال سليماني تمرير رسائل إيرانية توحي بتأكيد هيمنتها على أركان العملية السياسية في بغداد، في تصرف يتجاوز الحدود الدبلوماسية، مع أنها تواجه صعوبات لوجستية حتى في تفصيلات التشكيلة الحكومية. فهي في فرضها لاسم هذا المنصب الحكومي أو ذاك إنما تتدخل بشكل سافر في تفصيلات الحكم، وتهين بصورة مباشرة شخصية رئيس الوزراء الجديد عبد المهدي، الذي جاء باندفاع عال بأنه مستقل وقادر على تشكيل كابينته الحكومية بسلاسة، لكنه رضخ بصورة سريعة لإرادتها كما يصرح جميع النواب والسياسيين العراقيين الذين سئموا هذا التدخل المهين بالشأن العراقي، ووقع في فخها الذي منع عنه هامش المنورة بالاستقلالية الحزبية التي لا تعني شيئا في ظل الظروف القاسية التي يمر بها النظام الإيراني داخليا. ولهذا يعتقد حكامه ضرورة الإعلان عن فعالية قبضة طهران السياسية على الحكم في العراق، وهذا يتطلب منها الكشف عن مخزوناتها من رصيد الموالين لها في العراق، ومن بينها اللعب بالورقة الطائفية مجدداً، وتحرص في كل يوم على إيصال رسالة للعراقيين مفادها أن القبضة الإيرانية مستمرة. ويضيف الكاتب، الفاسدون يجدون في طهران ظهيرا لضعفهم أمام الجمهور العراقي الغاضب، مثال ذلك الإصرار على اسم فالح الفياض كوزير للداخلية، علما أن إيران لديها قائمة طويلة من الموالين من غير الفياض، لكنه لين للإرادات وإشعار الكتلة النيابية الإصلاح بمنعها من تلمس طريق الاستقلالية العراقية. في العراق من الصعب أن تعثر على سياسي من داخل العملية السياسية يمكنك أن تدافع عنه بحس وطني دون أن يخذلك منذ الخطوات الأولى بارتهانه للإرادة الخارجية وفقدانه لبوصلة المشروع الوطني المستقل. إن مرور أكثر من 15 عاماً على احتلال العراق، حيث فرض المحتل وأذنابه عملية سياسية ودستوراً طائفياً عرقياً جعل العراق بلداً لا يمكن أن يحكمه شخص أو حزب منتخب أو غير منتخب،
إنما يجري نتيجة هذه الإملاءات الدستورية وما نتج عنها من محاصصات طائفية وعرقية انعكس بمرور الأيام من ممارسات ظلم ممنهج غير مرئي داخل العراق ضد مكون عراقي أصيل. هذا ما سيقود العراقيين إلى مزيد من التمزق الذي ينذر بعواقب وخيمة لا يعلم نتائجها إلا الله، أهونها التقسيم أو حتى عودة الحرب الأهلية المشفوعة بالثأر والانتقام، وفق مقال للكاتب نصيف الجبوري في صحيفة القدس العربي. إن من الحقائق التي لا تريد أمريكا والدول الأوروبية وسائر دول العالم معرفتها ماهية الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والأمنية في العراق بعد مرور أكثر من عقد ونصف على كارثة احتلال العراق. لقد تجذرت حقائق مرة وصعبة تعيشها وتتعايش معها طبقات اجتماعية عريضة من أهل السنة، بعضهم من ميسوري الحال كالضباط القدامى والتجار وأرباب الحرف المهنية. بطبيعة الحال هناك أيضا الكثير من المظالم ضد أهلنا الشيعة أيضا، خصوصا في البصرة والنجف وسائر المحافظات الجنوبية. إن الهيمنة الحكومية التي ترسم سياسة العراق الجديد والقاضية برضوخ الآخر لسياسة الأمر الواقع، فقد مورست وتمارس ضغوطات على الوزراء والنواب السنة على جميع الأصعدة. فالوزير أو النائب السني الذي جاء بالمحاصصة أو التزوير لا يمكنه أن يقرر قرارا سياديا دون أن يأخذ موافقة نائبه الشيعي الذي يأخذ التعليمات من حزبه وسياسة مكونه، في حين أن الوزير أو النائب لا يمتلك أي استراتيجية لخدمة مكونه. لم يبقى أمام أغلب أهل السنة العرب في داخل العراق إلا الصراع مع الحياة ومقدراتها اليومية أمام التهجير والخطف والاعتقال الكيدي والاغتيالة والتفجير. إن هيمنة الميليشيات على مدن وقرى العراق فتح الحبل على غاربه لتأجيج الطائفية مرة أخرى اعتقادا منها بفرض الأمر الواقع على الأرض. أما ممثلو أهل السنة العرب في الحكومة والبرلمان فلا يرتجى منهم أي خير، لأن شغلهم الشاغل كسب رضا السلطة التنفيذية الحاكمة وربح الأموال والبحث عن الجاه والموافقة باستلام أي وزارة أو منصب. لا تزال عقدة تشكيل الحكومة تفتقر للانسيابية والسلاسة منذ انطلاق العملية السياسية لما بعد 2003 بسبب معادلات التوزيع والتقاسم، وأصبح التشابك والتعقيد واحدا من بديهيات إعلانها التي تنذر بقدوم مصاعب وتحديات لا يستشعرها إلا المواطن بعد أن استمكنت كل أدوات الإهمال، وأصبحت هذه التعقيدات مصاحبة للتفاهمات والمباحثات التي تدور بين الكتل المتحاصصة من حيث توزيع المناصب وتولي المسؤوليات. كل هذا يعد هماً كبيراً يؤرق المواطن في صحوه وأحلامه. أما الأحزاب فهذه بديهية تعتاش عليها، بحسب الكاتب أثير ناظم الجاسور في صحيفة المدى العراقية. هناك مجموعة من الحقائق التي أعطت للجميع تصورات واضحة عن الواقع السياسي العراقي، وأول حقائق هذا الواقع أن الأحزاب بمختلف أشكالها وتوجهاتها لا تختلف على شكل النظام الفوضوي الذي تعتاش عليه، بل الخلافات أكثرها نابعة من يقينها بأنها لا تستطيع أن تعيش في أجواء أكثر نقاء مما تعيشه اليوم. والأكثر من ذلك هي تعي أن ديمومتها في بقاء الحال على ما هو عليه، مع وضع بعض اللمسات التي تحمل بصمات عواصم دول الجوار والإقليم، ناهيك عن تلك التوجهات الدولية التي حان دورها لترسم سياسة جديدة داخل العراق مهما كانت فوضى تلك السياسة. هذه السياسة التي قد تكون مغايرة لتلك التي اتبعت بعد عام 2003 وما تلاه من الأعوام، خصوصا وأن العراق والعراقيين في أتم الاستعداد لأي تغيير قادم مهما كان حجمه وتكلفته. وبالتالي فإن نتائج هذا التأخير الحكومي الذي سيخلق بدوره أجواء عدم الاستقرار لا تهدد العراق فقط في أمنه وسيادته، بل ستهدد الأمن القومي للعديد من دول الجوار. بالمحصلة فإن هذه الدول التي تحاول جاهدة أن تخرج بأقل الخسائر من هذا الصراع الحزبي الذي استمد قوته منها.
الحقيقة الأخرى أن مشكلة العراق لا تكمن بالأشخاص بقدر ما هي مشكلة مركبة أساسها الخلل الواضح في عملية الإدارة التي أصبحت واحدة من المعضلات التي تواجه أي شخص أو حزب يتصدر قائمة الحكام. والتطورات الحاصلة تؤكد أن مقاييس الربح والخسارة هي هم الجهات الداعمة لهذه العملية أكثر من الفاعلين داخل العراق. الدليل أن كل الكتل والأحزاب المتحاصصة لا تعير أي اهتمام لتلك المخاطر التي تهدد كيان الدولة برمتها بقدر ما تحاول تأكيد قوتها وهيمنتها على الآخرين. إننا شعب سائم ومل الظلم والجور والاضطهاد وما عاد في القوس منزع، صبرنا وصبرنا وصبرنا، ولكن يبدو أن صبرنا لم يجد نفعا في ظل ظلمكم وجشاعكم وفسادكم اللامتناهي يا سياسي الصدفة. فطوال سني تاريخ هذا البلد لم يرى شعبه العدل والإنصاف والرحمة، فمن يد ظالم مستبد ومتعنت إلى يد ظالم أشرس منه وأشد غلظة وقسوة وظلما عن الظلم وتسلط الأحزاب الحاكمة في العراق، كتب عبد الأمير الجوراني في صحيفة الزمان العراقية. المعطيات تشير إلى تسلط مجموعة من العصابات بمسميات حزبية وفئوية وطائفية على مقدرة البلد، وهي تحترف القتل ونهب المال العام مدعومة من دول خارجية بأجندات سياسية مختلفة، وهي تسحق كل من يقف في طريقها أو يعارضها بالقول والفعل من عامة الشعب. تراها ظاهرياً من على شاشات التلفاز متخاصمة في أغلب الأحيان، تتبادل الاتهامات والتسقيط والتنكيل، وهي في الحقيقة وفيما بينها متآلفة ومتحالفة ومتفقة على تقاسم خيرات البلد والتسلط على رقاب أبنائه، متعاهدة على الاتحاد والتعاون معا يدا بيد من أجل أن لا تفلت السلطة من أيديها في أي انتخابات جرت وتجري وستجري مستقبلا، لأن مستقبلها مرهون واحدة بالأخرى. فصعود أي قوة وطنية متحررة معناه في نظرها وفكرها بداية النهاية لسقوطها واضمحلالها الواحدة والأخرى. لذلك تراها في كل انتخابات تشبه البيادق في رقعة الشطرنج، تتبادل المراكز والمناصب فيما بينها مع تغيير ضروري في الأسماء والعناوين الحزبية والكتلوية لأهم السذج من أبناء الشعب العراقي الذي ابتلي الكثير من أبنائه بالجهل المطبق وتغليب العاطفة على العقل. تتلاعب الأحزاب بعواطف السذج ولتضمن بقائها في دائرة السلطة والتحكم بمصير ملايين العراقيين. فإلى متى هذا الدمار؟ إلى متى هذا الخراب؟ إلى متى القتل والظلم والجوع والفقر؟ هل كتب على العراقيين أن يعيشوا معذبين مقتولين مشردين لأجيال وأجيال؟ هل كتب على العراقيين أن يصبح بلدهم مسرحا للإرهاب المنظم والميليشيات المجرمة القاتلة وأصحاب الأجندات الخارجية؟ يمكن القول وبكل ثقة أن الأوضاع الوخيمة الحالية التي يواجهها نظام إيران ليست لها نظير منذ تأسيسه، بل وحتى أن معظم المراقبين والمحللين السياسيين يذهبون إلى القول بأنها الأخطر عليه وعلى بقائه واستمراره، إذ أن هناك أوضاع اقتصادية سيئة جدا واحتجاجات شعبية متزايدة ومستمرة دون منقطاع. وفي ظل هكذا أوضاع فإن إطلاق تهديدات عنترية من جانب قادة النظام قد لا تعني شيئا، لا سيما إذا ما عدنا إلى ماضي هذا النظام بحسب الكاتب مثنى الشادرجي في موقع كتابات. إعادة الرئيس الإيراني حسن روحاني نفس التهديدات التي انتهجتها طهران منذ الثمانينيات، وقال روحاني إن بلاده لن تسمح لدول المنطقة بتصدير نفطها عبر الخليج لو منعت إيران من تصدير نفطها بسبب العقوبات الأمريكية. التهديد بإغلاق مضيق هرمز، وهو تهديد دأبنا على سماعه منذ تأسيس هذا النظام، أثبتت الأيام كونه تهديداً أجوفاً وفارغاً ويستخدم من أجل التمويه وخداع العالم، وأن النظام الإيراني وكما أشرنا في بداية المقال بأنه يواجه أسوأ أوضاع تمر به منذ تأسيسه،
ليس في وضع يستطيع خلاله الدخول في مواجهة دولية في وقت نجد فيها الشعب الإيراني يهتف علنا بشعارات كعدونا هنا في طهران وليس في أمريكا، أي أن الشعب يجد في النظام نفسه عدوا له، وهذا يدل على أن الشعب لن يؤمن بأي حرب قد يشعلها هذا النظام أو يدخل فيها، إذ يرى فيه سببا لكل ما يواجهه من أوضاع سيئة بسبب سياساته المشبوهة. تهديدات روحاني أو أي تهديدات أخرى قد تعقبها بنفس الشكل والمضمون هي دليل على منتهى الشعور بالضعف والقلق والخوف من المستقبل والسعي من أجل التغطية على ذلك بحسب الكاتب. تعيش فرنسا للأسبوع الثالث على التوالي على وقع احتجاجات حركة السترات الصفر التي لم تنل أعمال الشغب والعنف التي رافقت تظاهراتها في الأونة الأخيرة من شعبيتها داخل المجتمع. فوفق أحدث الاستطلاعات لا تزال الحركة تحظى بتأييد 72% من الفرنسيين، في وقت تنخفض فيه شعبية الرئيس إيمانويل ماكرون إلى مستويات قياسية بحسب مقال للكاتب محمد طيفوري في صحيفة العربي الجديد. ما جرى في فرنسا طوال الأسابيع الماضية تحول عميق ومؤشر دال على أن أموراً عديدة تغيرت وأن الدول تدخل منعطفاً جديداً، حقيقة لم تعد تخطئها العين. فمسلسل الأحداث كشف عن متغيرات بالجملة في السياق الداخلي الفرنسي والتي يمكن أن تنسحب على باقي البلدان، بعدما أضحى الجميع هدفاً لهذه التحولات. لا فرق بين هذه الدولة وتلك، تعد مسألة تدوير الفعل الاحتجاجي أو عالميته أول الدروس التي تقدمها الوقائع على أرض الجمهورية الخامسة، حيث تؤكد أن السلوك الاحتجاجي فعل إنساني عابر للحدود غير محصور في منطقة جغرافية محددة أو طائفة معينة أو حضارة بذاتها. إذ جعلت التحولات العالمية في الاقتصاد قبل السياسة الدول المتقدمة في مرمى الاحتجاجات، على غرار ما يحدث عادة في البلدان النامية متى تبين لمواطنيها أن الحاجة ماسة لهذا السلوك لتبليغ رسالة ما إلى جهة معينة. يتعلق ثاني الدروس بإثبات جانب من الأزمات التي تنخر مؤسسات الدولة الوطنية التقليدية، فالظاهر أن الفعل الاحتجاجي العفوي لهذه الحركة غير المسيسة المفتقدة للقادة والزعماء تجاوز سقف النظام السياسي التقليدي القائم على ثنائية اليمين واليسار منذ عقود. أخيراً تثبت هذه الحركة فعالية وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها في تحريك المواطنين وتنظيمهم لصون حقوقهم والدفاع عنها، بعيداً عن الانسياق التقليدية المؤطرة للفعل الاحتجاجي. فلا ماكرون ولا غيره من الفريق الرئاسي توقعوا أن تهتز فرنسا بسبب حركة مجهولة حديثة النشأة بلا زعامة، ما جعل الحكومة حائرة لحظة البحث عن طرف ممثل للحركة من أجل الحوار لغرض التهدئة. تعد استراحة مرضى سرطان الخيرية الوحيدة بالعاصمة الخرطوم المخصصة لمرضى السرطان، وذلك لتجنيبهم مشقة الانتقال والسفر من ولايات السودان البعيدة والأرياف، وتمثل لهم مكانا لقضاء فترة العلاج وتوفير السكن والمتابعة الطبية والغذاء والاستشفاء. قامت تلك الاستراحة على أكتاف مجموعة من الشباب المتطوعين الذين يعملون على تخفيف معاناة المرضى وإيجاد حاضنة مناسبة لضمان استمرارية العلاج. يقول أحد المشرفين محمد الفكية إن الفكرة جاءت من مجموعة شباب آلمهم هذا المرض الفتاك، لذلك حولوا ذلك الألم والوجع إلى طاقة إيجابية وعمل بناء لإنشاء تلك الاستراحة، وأضاف أنها توفر للمرضى مكانا مريحا ومجهزا ومكيفا لتوفير جميع المستلزمات الخاصة وللمرافقين وتلبية احتياجاتهم، وأشار إلى أن الاستراحة توفر سيارات خاصة لنقل المرضى إلى المستشفيات التي يتلقون فيها العلاج.
الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.